معايا كل مقطع بتاع المواعين اللي عايزة تترص، وحرفيا انا ما قعدتش بعدها. انا بقالي ساعتين بلم الحاجات عشان اروح عند ماما، بلم الحاجات اللي هقعد بيها عند ماما شوية، وبلم الحاجات اللي انا هروح بيها المصيف، وكل ده هوديه لماما. وانتم متخيلين كمية طبعا الشيل اللي انا شلتها؟ بجد 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 حاجة في منتهى التعب والارهاق، وبجد والله العظيم ظهري وجعني وصدعت وتعبت جدا، وشايلة هم الحاجات اللي انا هفضيها لما اروح لماما. يعني اكتر من 13 كيسة يا جماعة بجد، ولا 14 كيسة، يعني بجد بجد كمية ارهاق مش طبيعية انا هواجهها. وبجد بس انا الحمد لله توصلت الحل، يعني ان انا يعني من وانا عند ماما هشيل كل الصيفي في حاجه واحده واخليها تجيبها لي هنا على الشقه. يعني خلاص، يعني مش هجيب الصيفي هنا وابدا ان انا افنطه والكلام ده، لا انا هشيله كده في كيسه واحده او في شنطه واحده واخليها تجيبها لي على التخزين على طول. فاهمين قصدي ايه؟ كل الصيفي بقى اللي هكون لابسه في المصيف ومرون وايزابيلا وكده، كله هيتشال بقى. فاهمين اللي هو خلاص بقى، يعني يحيينا ويحييكم ربنا بقى ان شاء الله. الصيف الجاي يعني ابقى اطلع بقى، ويعني هتلك لكه محترمه، بس مش مهم مش مهم، مش فارق معايا. المهم ان انا دلوقتي هرتاح شويه، وبدل ما اجي اعمل نفس اللي عملته ده، لا حطيت الشتوي بتاعي والشتوي بتاع مرون، خلاص طلعت الشتوي ودخلت الصيفي واخدت اللي انا هحتاجه للمصيف. بس الحمد لله اللي انا خلاص اصلا عملت كل ده، مش مصدقة ان انا خلصت. ربنا بيدي الاول، الحمد لله الحمد لله. لما اروح لماما بقى مش هقدر افضي كل الكياس دي في يوم واحد. اكيد يعني هعمل كل يوم كيستين ولا 3 كياس كده، ولو قدرت اعملهم كلهم في يوم واحد يبقى احسن عشان اخلص منهم. دلوقتي هروح اعمل كوباية نسكافيه يا جماعة بجد، لان انا خلاص جايبة اخر كام، يا لهوي 5:30، ما شربتش نسكافيه النهاردة وتعبانة جدا ومصدعة عايزة اشرب، والمفروض هنام اصلا كمان 4 ساعات، فمش فارق معايا حاجة غير ان انا اشرب كوباية نسكافيه في نهاية اليوم بتاعي واكون انا تمام كده وفلة ومبسوطة. يعني الحمد لله انجزت، الحمد لله الحمد لله يا رب، وصلت كده الانجاز. بس الخطوة الاخيرة بقى اللي هو انا رايحة عند ماما، يا نهار اسود بجد هيكون تعب كبير قوي عليا، بس ربنا يعيننا بقى. بصوا مليون في الاتنين دول كده، دي قشطوطة شكل كليتا رز تمام، او جاي معاه كيس مكسرات فانا فضيته، ودي قشطوطة نوتيلا تمام. الاتنين خرافيين جدا جدا جدا، دقتهم معاكوا على تيك توك بجد يا جماعة. بلبن من اكتر الاماكن التحفة اللي بتعمل حلويات، بعشقه جدا 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 بجد، خرافي فوق الوصف يعني، عجبني بطريقة انتوا مش متخيلينها، كطعم بقى وككل حاجة بجد رهيب رهيب رهيب. حبيته 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 يعني بجد تحفة. انا دلوقتي هشيل حتة الايزابيلا وهشيل حتة لاختي لانها بقيت عندي، وهدخل بيهم كلام مرون ناكلهم انا وهو، محبش اكل حاجة من غيره يا جماعة. وبعد كده اطلع اعمل لنفسي كوباية كافيه كده محترمة قبل ما ايزابيلا تصحى، حتى لو ايزابيلا صحيت مش مهم خلاص، يعني اعمل ايه يعني، احنا في امر واقعي. بس بجد هدوم الاتنين خرافيين، الاتنين جامدين جدا جدا جدا. عجبوني بطريقة انتم مش متخيلينها، مع ان دي فيها وايت شوكليت ونوتيلا ودي فيها نوتيلا، بس طعمها حلو برضه، طعمه مميز جدا يعني. والاتنين تحفة، تحفتين تلاتة مش تحفة بس بصراحة. طبعا انتوا عارفين ان انا بقالي اكتر من اسبوعين عمال لخبط جدا جدا، وده ما بقاش دايت، ده بقى يعني هرجله بجد. فلخبطت جدا، كلت كميه حلويات رهيبه، ما بتمرنش كويس، ما بمشيش كتير في البيت، ملخبطه اكلي، اكلي نص صحي والنص التاني بشع، اللي هو انا اصلا يعني مش عارفه انا بعمل ايه. بس الفتره اللي فاتت دي كنت مشاعري متلخبطه، كنت مخنوقة زهقانة، ولما بكون كده ما بكونش عارفة اسيطر على اكلي. فقلت النهاردة خلاص انا يعني احاول على قد ما اقدر اظبط الدنيا واروق الدنيا على نفسي كده شوية، عشان في السفر طبعا انا واثقة ان انا هبهدل الدنيا اكتر واكتر. فقلت هعمل ديتوكس، ما عنديش ليمون بس عندي خيار بذور شيا، حتى خلي التفاح شلته لاني رايحة عند ماما زي ما قلت لكم، فاخده معايا هناك.
فشلته. المهم بقى ايه، زي ما انتم شايفين كده عملت الديتوكس، فالمفروض ان هو بيترج يعني اهو مش كده، وهو كله على بعضه كده بيبقى كده. كنت بشربه كل يوم بقالي ازيد من شهر ونص ما بشربوش، وانا مش فاهمه ليه الكسل ده. بس برضه يا جماعه مسؤوليات البيت وايزابيلا بتخليني كسل اعمل حاجات انا كنت بعملها بصوره يوميه، فاهمين قصدي ايه؟ فدلوقتي الحمد لله انا اصلا عملته وهشربه كده، يمكن يساعد في حاجه، يمكن. المواعين اللي صورتها معاكم امبارح وبعد كده عملت بقى الهدوم وشلت كل حاجه هي دي، هرصها دلوقتي بجد يا وايزابيلا. بصوا اما تخرف في حاجات فبتستغل ان انا بعمل حاجه وهي ايديها بتكون في حاجه تانية، فتربيه الاطفال دول مش سهله ابدا. يعني هي رصيت المواعين بس جس وات، هغسل المواعين دي الحمد لله مش كتير، هما مكان القشطوطه ومكان غرف الاكل بتاع امبارح ومكان كوبايه النسكافيه بتاعتي بتاعت امبارح، ودي المغرفه بتاعت الاكل بس، فالحقهم كده وهم حبه صغيرين ولا ندبس فيهم وهم كتير؟ طبعا نلحقهم وهم حبه صغيرين. يعني مش عايزه اكوم عليا لان انا بجد بكره شكل المواعين في الحوض وبكره شكل المواعين وهي عايزه تترص، فاللي هو خلصهم وهم صغيرين ورصهم وهم صغيرين قبل ما يكبروا يخربوا لي الدنيا. اوكي انا دلوقتي بقى يا جماعه عايزه اتمشى 10,000 خطوه النهارده، ده التارجت بتاعي عشان خاطر اقلل احساس الذنب اللي انا بجد فيه من كتر الاكل الغلط اللي انا اكلته. فعايزة اتمشى 10,000 خطوة، 10,000 خطوة كتير اوي، مش عارفة اقدر عليهم ولا لا النهاردة بالذات وانا معايا القرد ده. فا I will try يعني، لسه ما كملتش الجملة، مش ماشي. يلا يا ده الخطة جماعة، ملقتش صابون سائل عندي، حي عليا. انا معرفش خالص والله، حي عشان ماما اللي غسلتلي المواعين امبارح، فا ما خدتش بالي ما بصيتش اصلا. اوكي هطلب منها وهي جايه تجيب لي. معايا دوب جوزي نزل من هنا، كارت الكهرباء قطع من هنا، اخد النور معاه ومشي. كارت الكهرباء عايز يتشحن خلاص، هو احنا يعني حطيناه واستلفنا ودلوقتي لازم ان هو يتشحن وكده، فالدنيا ضلمه. خلي اختي دلوقتي الحمد لله انها صحيه وكده عشان تنزل تشحنه، بدل ما نفضل قاعدين في الضلمه. يعني مش ناقصه يعني ساعتين قطع النور وكمان الضلمه اللي هي بتاعه الكارت يعني، فلازم يتشحن دلوقتي. في حاجات حلوه قوي هفرجكم عليها دلوقتي، حاجات للسفر وكده، وجبنا شنطه تحفه هفرجكم عليها هتعجبكم جدا جدا جدا، هوريكم كل حاجه وكده. تابعوا معايا الفيديو. خلاص بقيت البس شرابات خلاص في البيت، الدنيا تلج، ده مكتوب عليه كتكوت ضعيف الجناح والدنيا غدرت بيه، واشطر كتكوت تمام. كل فردة ليها حاجات مختلفة بس مش مهم، مش فارق معايا يعني. المفروض دلوقتي هعمل الفطور، مش عارفة بعمل في الضلمة ولا لا. انا وبيلا مستنيين النور، اختي نزلت تشحن الكارت فاحنا قاعدين مستنيين. ويا جماعة مش عارفة اشرح لكم ازاي الانتظار مع البيبي بيكون عامل ازاي، يعني سواء هي عايزة الكرتون يشتغل وعايزة تاكل وعايزة كل حاجة يعني، والنور قاطع فاهمين، فهما بيفتكروا كل حاجة اما النور بيكون قاطع. بس اللمبة الملولوة اللي فوق دي شايفينها اللي في الاباجورة، اباجورتي دي نجفة. اوكي في النجفة دي يا جماعة اصلية. بيت قلبي الحلوين، تعالوا بقى اوريكم الحاجات اللي انا اشتريتها واكلمكم كده في كذا موضوع. اوكي وهقول لكم كمان ريفيو عن برفيوم حلوه جدا من ماي واي رجالي، خطيره هتعجبكم جدا جدا جدا. ايه ده، ايه القطنه دي؟ ما علينا. مبدئيا كده بصوا هقول لكم كده على كذا حاجه. بصوا دي بامبرز بس فرد، مش علبه وكده. طب ليه جايبه فرد ما جبتيش العبوه ليه؟ عشان انا يعني مستنيه انزل اجيب حاجات السفر كلها عشان يكون فيها عروض ولا حاجه، واجيب يعني باليت. انا رايحه كارفور ان شاء الله، في ناس بتقول كارفور مقاطعه وكده، بس يا جماعه ايه، انا بحثت وشفت لقيتهم متبرعين لفلسطين ب 30 مليون جنيه، ف ازاي وهم يعني بيدعموا اسرائيل؟ انا مش فاهمه حاجه بصراحه يعني، فمش عارفه بصراحه.
بس انا رايحه اجيب شويه حاجات من هناك، واحاول كل الحاجات اللي انا اجيبها ان شاء الله تكون موجوده مصريه يعني وكده، منتجات محليه ما تكونش فيه المقاطعه يعني، احاول على قد ما اقدر. تمام، لان انا ما عنديش خبره قوي في الحاجات دي، فمش عارفه ايه مقاطعه وايه مش مقاطعه يعني، بجد المنتجات كتير بتلخبط. حتى انا قلت على جهينه مقاطعه، لقيت واحده بتقول لي ميرا الجهينه مش مقاطعه على فكره، يعني بتقول لي ليه مقاطعه، فانا اصلا متلخبطه يعني. انا كده عارفه جهينه مش مقاطعه، لسه عارفه، مع ان انا قطعاه بقالي فتره لو انتم ملاحظين يعني، ولا عصير ولا اي حاجه بجيب من مراعي. فبجد انا عايشه حياتي غلط في غلط. تمام، ده مبدئيا حبيت ان انا اقول لكم على اول حاجة هعملها، انا بقول لكم كده على الخطط اللي انا هعملها. اوكي طيب، تعالوا اوريكم البرفيوم، بعد كده اوريكم المشتريات. بصوا بقى، البرفيوم دي من ماي بي، اسمها كاجوال، شكلها خطير طبعا، ده مبدئيا. ريحتها هي جماعة تحفة، ميرون ياخد اوسكار، اسرع واحد يخلص برفيوم في العالم، حرفيا 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 ميرون اوسكار في كده. بصوا البرفيوم خطيرة خطيرة خطيرة، شكلها حلو قوي، شكلها شيك على التسريح وهي محطوطة كده، كل حاجة شكلها قمر، شكلها شيك. حاجات ماي وي على فكرة، البرفيوم بتاعتها كويسة جدا، وعلى فكرة البرفيوم دي أنا جايباها من وقت طويل يعني، هم حاليا زودوا الجودة بتاعت كل البرودكت بتاعتهم، باينة جدا جدا في الحاجات الجديدة اللي أنا بجربها والحاجات الجديدة اللي أنا بشتريها. زي ايه؟ والله يا جماعة ده مش إعلان ليهم، أنا بحب الشركة دي. ايه زي الهير ميست ده، حلو جدا، سعره 50 جنيه، حلو حلو حلو، ريحته سويتي قوي، عرايسي جدا يعني، انا حاليا بنصح كل العرايس انها تجيبه كده. حبيت اكلمكم عنه، ده خطير نهاري وليلي وينفع في اي وقت، حلو قوي. تمام، فهو خلصه للاخر كده، فحبيت ان انا اكلمكم عنه، ده تاني حاجة كده حبيت ان انا اتكلم عنها. طيب انا بسيب كل الحاجات اللي عايزة اتكلم عنها في وقت واحد لما ايزابيلا بتنام، عشان طبعا طول ما هي صاحي في دوشة، بتصوت بتعيط وحاجات كتير كده يعني. بصوا بقى، مرون جاب لي الشنطة دي، شنطة تحفة تحفة، عايزة بس مسحة كده، بس الشنطة خطيرة 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 خطيرة. طبعا انتوا عارفين ان انا عندي شنطتين تانيين، شنطة زرقاء والشنطة البينك، دول كانوا من ساعة فرحي يعني، بقالهم سنتين كده و سنتين وشهرين معايا. تمام، دي بقى خطيرة خطيرة خطيرة، مرون لسه جايبة، سعرها 450 جنيه أو 500 جنيه، مش فاكرة بصراحة، بس جامدة جامدة جامدة. اللون الأسود خطير يعني، بصوا لما طفي الفلاش، بصوا الأسود بتاعها يجنن يجنن يجنن، عايزة بس مسحة محترمة كده وهي هتكون بتلمع وقمر، عجباني قوي قوي بصراحة. حبيتها حبيتها وفرحانة بيها، ما تتخيلوش مبسوطة بيها ازاي. وهوريكم بقى الحاجة التانية اللي أنا مبسوطة بيها جدا، ممكن تبان للبعض حاجة عادية بس بالنسبة لي حاجة حلوة أوي. بص، مرون نقالي أنا وهو النضارتين دول، هو جايب لنفسه دي، مرون وشه صغنون قوي وملامحه صغيرة كده، وملامحه بريئة كمان على فكرة، جريء وملامحه بريئة، لا بجد ملامحه بريئة قوي، ووشه طفولي شوية كده، فدي ميزة فيه. فجاب لنفسه دي، شكلها حلو قوي عليه، ومش لايقه فعلا لحد غيره، من زمان بيلبس نفس الشكل بتاع النضارات ده او نفس الشايب ده، هو نقلي دي. وعلى فكره بقى عايزه اقول لكم حاجه، انا من الناس اللي ما بيلاقش عليها النضارات نهائيا يعني، اي نضاره ما بتلاقيش في وشي خالص خالص. هتقولي لي ازاي مفيش نضاره بتليق عليكي، هقول لكم والله العظيم يا جماعه، من الصعب جدا جدا ان انا الاقي نضاره لايقه على وشي، مفيش خالص، مهما ادور ومهما الاقي، واشهر البراندات واغلى البراندات مفيش. هو جاب لي دي وحرفيا لايق عليا، حرفيا اللون، مبدئيا اللون يعني، التفاصيل بتاعتها، اللون، التربيع بتاعت العين، كل حاجه لايقه عليا، لان الدرجه كانها متفصله عليا. فبقول له ازاي جبتها بالشكل ده وكده، دي لايقه عليا جدا، حتى هو ما صورهاليش ولا حاجه، انا كنت نايمه، فقال لي انا رسمتها على وشك، تخيلت ان انتي لابساها، فجبتها على هذا الاساس، وبجد فعلا حلوه جدا، شيك جدا، وبجد بجد لايقه عليا، كانها حرفيا يا جماعه متفصله لي انا. تمام، فحبيت ان انا اوريهولكوا. فاضل بقى الطقم اللي هو هيلبسه يوم عيد ميلاد بلا، انا ما وريتكوش الفساتين بتاعتي، سايباها مفاجاه، بس تعالى اوريكوا الطقم بتاعه. بصوا، اول حاجه جابها هو الشميز ده والقميص ده، شوفوا انتوا بتسموه ايه او بتقولوا عليه ايه يعني، انا كنت قايله له يجيب واحد ابيض ساده، بس هو بيقول لي يا ميري ده شبه بتاع المدرسه الابيض الساده، فمعجبوش، فده عجبه، قال له تمام على ده، بس هو شكله حلو على فكره، شيك، هيكون مع الطقم كله حلو جدا. بصوا بقى،
ده شكله هو نفس الرسومات دي، حرف ال F T تقريبا حروف الانجليش، ولا F T D E ما علينا. بس يعني هو حلو قوي، الماتريال بتاعته برضو مريحة قوي. هو مقاس لارج، مرون ما بين الميديوم واللارج، عكسي انا ما بين اللارج والاكس لارج حاليا يعني. بس الاكس لارج واسع عليا جدا، واللارج يعني حلو عليا بس ضيق سيكة. بس في حاجات طبعا في اللارج بتكون حلوة عليا، وسبحان الله في حاجات ميديم بتجي عليا، فانا مش فاهمة مقاسي ايه بالظبط. بس على حسب يعني الماتيريال بتاعة القماشة وكده. ده حلو قوي، هو لسه عايز يتضيق طبعا بس حلو. قولوا لي برضو رأيكم، عايزاكم كده تشاركوني كده يا جماعة في الكومنتس. انا عارفة ان الفيديوهات الفترة دي عجباكم، وفيديوهات كده شتوية لذيذة كده وحلوة قوي. بصوا بقى البنطلون خطير، مرون ما عندوش اللون ده. انا اهم حاجة عندي في اللبس ان يكون الحاجة اللي هو جايبها مميزة، ما تكونش عنده زيها، فاهمين؟ بصوا اوريكم بس لما بطفي برضو الفلاش. بصوا اللون خطير خطير خطير، عايز يتأمرك برضو او يتضيق. تحفة يا جدعان، والله العظيم بجد تحفة، عجبني بطريقة انتم مش متخيلينها. تحفة تحفة تحفة، رقيق كده وهيبقى مرسوم كده على الجسم، شكله شيك قوي اصلا يعني. فده شكله، حبيت كده ان انا اوريكم. استنى اولع الفلاش تاني، حبيت ان انا اوريكم كده الطقم واشارك معاكم كل حاجه. بحاول ان انا اللي هو ايه اعيشكم معايا الاجواء بتاعه السفر، اعيشكم معايا كل التفاصيل. يا رب تكونوا مبسوطين اصلا بالفيديوز دي. بصوا طلعت بقى السكين كير والهير كير والبادي كير بتاعي. هستخدم الليف ان ده من ماي واي، ده بالجوجوبا اويل. كانت تجربة يعني لذيذة بس مش هرجع اكرره تاني. مفيش حاجة فيه لفتت انتباهي، فمش هضيع فلوسي على حاجة مش شايفة منها النتيجة اللي هي، فاهمين يعني؟ انا صريحة يعني بصراحة، يعني مش هطبل البرودكت، ما عجبنيش خالص. مش حلو يعني، هم مش عارفة ليه في منتجات البشرة والشعر مش بيعجبوني، انما في برودكت كتير قوي بيعجبوني، زي البيرفيوم الشاور جل، الحاجات دي خطيرين فيها، والاكلات والكيكات وكده بيعجبوني فيها برضو. انما حاجات العنايه بالشعر والعنايه بالبشره لا، مش بحبهم خالص. بصوا بستخدم كمان اللوشن ده بتاع فيرست فوج. جماعه انا لسه ما خدتش انطباعي عنه لسه اصلا، يعني اقل حاجه تاخديها للشعر شهر لثلاث شهور، واحسن واحسن يبقى من 3 شهور لست شهور. فدوني فرصتي في التجربه بتاعته، وانا هطلع اقول لكم على طول، لانه سعره رخيص، سعره 85 جنيه. في بنات كتير قوي عايزه الريفيو بتاعه، وانا يا جماعه لسه برضو ما خدتش انطباعي عنه بالكامل، فاهمين؟ فمش عايزه اضحك عليكم ولا اقول لكم حاجه عشان اسكتكم وخلاص. فاضل لي بصوا ربع البرودكت، واقل من الربع كمان في السيروم بتاع سيروليز من السيرومات اللي كانت كويسة. هرجع اكرره تاني ولا لا؟ مش عارفة، لا ما عجبنيش اللي هو برضو، مش حاسة بيدي ترطيب للشعر عميق. وريحته حلوة قوي بس مش بيغذي شعري، ما حسيتش ان شعري اتحسن عليه او ترطب عليه او كان كويس عليه، لا. انا بجرب حاجات كتير قوي يا جماعه بجد، بس مش كلها هرجع اشتريها تاني، لا انا عايزه افضل اجرب لحد ما الاقي برودكت تعجبني ارجع لها كل ما الاقي شعري بايظ، ولازم الاقي برودكت تعجبني ارجع لها كل ما الاقي بشرتي بايظه، فاهمين يعني؟ درماتيك المرطب بتاع البشره خطير، انا واثقه ومتاكده ان انا هجيبه تاني يعني. المره دي ان شاء الله لما البرودكت اللي عندي تخلص هبقى اكرر تاني درماتيك، فاهمين؟ فبس لما اخلص سيرافي ده، وكمان عندي اللوشن الليلي بتاع سيرافي ده، ان شاء الله لما ابقى اخلصه بقى هجيب درماتيك. تمام، ده دلوقتي انا هقصه معاكم. وايتنينج جل ده بتاع ستارفيل هقصه حالا. طيب هو من الحاجات الحلوه جدا ان انا هكررها تاني، ما عنديش اي 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 اختلاف معاه او 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 تعليق عليه، عجبني ويفتح. يا جماعه جامد قوي. في واحده كانت كاتبه لي لا ده مش بيفتح، ما جابش نتيجه. جماعه ده عايز فتره طويله، يعني عايز 3 شهور عشان تشوفي نتيجه، لانه برودكت مصري سعره قليل. فانت مستنيه ايه؟ من اول يوم ولا تاني يوم هتحطيه هيجيب نتيجه، ولا من اول شهر حتى؟ لا اصبروا عليه يا جماعه، بجد منتج تحفه تحفه تحفه، عجبني جدا. تقدري تستخدميه كمان للاندر ارم والبيكيني، فهو فيه ميزات رائعه. هقصه كده بعد ما تقصي البرودكت بالطريقه دي، تقفليه كده القفله بتاعته كده عشان ما يدخلوش اي بكتيريا. وعامه هو البرودكت بعد ما بتقصيه بيبقى فاضل فيه من مرتين لثلاث مرات عامه يعني، فمش هيلحق اصلا يشم هوا او ياخد بكتيريا او اي حاجة. بس من المنتجات الخطيرة جدا جدا جدا، وبرضو هكلمكو عنه بتفصيل بعد ما يخلص خالص، هكلمكو عنه كمنتجات خلصتها وهقولكو بالتفصيل عمل ايه بالظبط، وايه النتيجة اللي هو عملها معايا، وحقق ايه ومحققش ايه.